تمام. اوكي، فهسه ثاني شيء بدنا نحكي عنه هو الفيكتور. طيب، زي ما قبل شوي عشان استخدم السورت احتجت استدعي مكتبة، عشان استخدم الفيكتور لازم استدعي مكتبة اسمها نفس اسم الفيكتور، هي عبارة عن اسمها فيكتور. تمام. ايش هو؟ يس. تمام. اوكي، ما بدي احكي بالبداية ايش هي الفيكتور، بدنا نشوف سؤال وبعديها نحاول نشوف ليش راح نحتاج نستخدم فيكتور. تمام. فالسؤال بيحكي لي عنده الجوريثم معينة هو مخترعها، بياخذ الانبوت انتجر. تمام. اذا الانتجر اللي عندي اياه ايفن زوجي بقسمه على 2. اذا انه صار الانتجر اللي عندي اود فردي بضربه ب3 وبزيد عليه 1. اوكي. فمثلا لو كان عندي فلو كان عندي مثلا الرقم 5، لو كان عندي 5 فهذا ايش؟ عد. فايش بدي اعمل فيه؟ بدي اضربه ب3 وازيد له 1. فايش بتصير القيمة عندي؟ 5 ب3 15 زائد 1 16. فال 16 ماله عد، ايفن، فبدي اقسمه على 2 بصير 8، صح؟ بعديها بدي ارجع اقسم 8 على 2 تصير 4، اقسم 4 على 2 تصير 2، واخر شيء بدي اقسم 2 على 2 تصير 1. فهو بيحكي لي انا هون عملت عمليات، انتقلت من 5 صار 16 صار 8 صار 4 صار 2 صار 1. تمام. فهو بيحكي لي انا بدي هاي العمليه اللي انا عملتها هسه، الارقام اللي طلعت معي بدي اطبعهم. فبدي اعرف بالنهاية، يعني بدي اطبع له بالنهاية زي هيك. تمام. اللي هو 5 16 8 4 1 لحد اخر قيم. هسا عشان احنا يعني نعرف نشرح السؤال كمان بزيادة. نعم. ايش هو؟ بوقف لما اوصل 1، لانه لو بدي ارجع اعمل نفس الشيء من عند الواحد راح ارجع عند الاربعه 2 1، فراح اعلق بلوب. فاذا وصلت 1 خلص بوقف. تمام. فلنفرض انا ما بدي بس نطبع هذول القيم. اوكي، بدي نفرض اسوي السؤال بيحكي بس اطبع القيم زي ما هم، بس لو انا حكيت بدي مثلا بحتاج هذول القيم بدي اياهم، يعني بدي اخزنهم بمكان، ممكن بعدين بدي اعمل عليهم سورت، ممكن بعدين بدي اعمل عليهم كمان عمليه. فاحنا بالعاده كيف كنا، وين كنا بنخزن مجموعه ارقام؟ بأري. اوكي، شو حجم الأري هون؟ ما بقدر اعرف، مع انه اصلا الارقام قاعده بتطلع معي كل مره بعمل انا العمليه بيطلع معي رقم جديد، برجع بخزنه، بعمل كمان عمليه يطلع معي رقم جديد. فكيف بدي اعرف اخزن هذا الشيء بأري؟ هسا يعني اوكي، ممكن اعملها رقم كثير كبير مثلا اكبر ما يمكن، بس الفكره انه انا ما ممكن، يعني في مرات ما بقدر اعرف ايش اكبر ما يمكن. يعني بهذا السؤال مثلا مستحيل اعرف ايش الفاليو. هي اصلا هاي بروبلم مشهوره اسمها 3x+1، اذا حدا حاب يعني يعرف عنها بزياده، انه ما حدا يعني صعب تتنبأ كم رقم راح تمشي. في ارقام بيكونوا ورا بعض، واحد منهم بيمشي سلسلة كثير كبيرة بيطلع لأرقام كثير عالية فوق، والثاني يعني ما بيطلع كثير إلا هو نزل للواحد. تمام. فأنا إذا بدي أخزن هدول الأرقام راح أستفيد من إشي زي الأري، بس أنا ما بحتاج أحدد له إيش، ما بحتاج أحدد له السايز تبعه. أوكي. فهنا بيجي برضو من الـSTL ثاني إشي بدنا نحكي عنه اللي هو الفيكتور. أوكي. فالفيكتور عشان اعرفه نفس الشيء بيشبه البير قبل شوي، بدي اعطيه ايش؟ التايب تبعه.
يعني ايش الاشياء اللي بدي اخزنها جواته. احنا اوكي خلينا نحط فوقي كيف كنا نعرف الانتجر مثلا، كيف كنا نعرف array of integers. فاحنا كنا نحكي array of integers a الان هذا هو التايب تبع الاري تاعيتي، الاشياء اللي بدي اخزنها، وفي عندي n قيمه. اوكي فبالنسبه للفيكتور لا، انا بحكي له بدي فيكتور النوع تاعه integers وخلص. انا ما بنلاحظ هون انا ما حكيت له شو الـ شو الـ شو السايز تبع الفيكتور. تمام، فبالبداية ايش راح يكون السايز تاع الفيكتور تاعي؟ هون صفر، انا لسه ما خزنت فيه شيء. ففكره الفيكتور نفس الاري بس مو محدد السايز لسه. بدك تضيف على الاري، عفوا بدك تضيف على الفيكتور، بتقدر تضيف عادي ما بيصير مشاكل. يعني بتقدر تضلك تضيف قيم مثلا بالاري، انا ممكن اضيف لحد ان قيمه، بالفيكتور انا بضل اضيف قد ما بدي. تمام، فبالسؤال تاعي انا بقدر، فبس فهسه انا عندي شيء فاضي وبدي ابلش اضيف عليه الارقام اللي بدها تطلع منه، بس ضل ايش بدي؟ بدي كيف اعمل، كيف ادخل فاليو جوا الفيكتور. تمام، فعشان اضيف فاليو على الفيكتور بحكي له بوش باك، اسمها بوش باك الفاليو مثلا 5. اوكي، فانا بقول له هون الفيكتور تاعي اسمه دوت بوش باك، ضيف لي عليه بوش باك، يعني ضيف لورا 5. فهو بيروح بيضيف هون مثلا، بيصير هيك، خلينا هاي اوكي. فهون ايش القيمه حتصير عندي بالفيكتور؟ 5 مثلا. لو رجعت حكيت له فيكتور دوت بوش باك مثلا 10، وين حيضيف العشرة؟ بعد الخمسة. فهو نفس الاري، انا بضيف ارقام بالترتيب طبيعي، بس الفكرة انه ايش؟ ما بعرف، يعني ما حددت السايز. فاذا بدي اعرف اوكي ابسط اشي بالفيكتور، بدي اعرف كم السايز، كم انا صرت مدخل اليمنت جواته، فبحكي له فيكتور دوت سايز. انا بدي السايز، بحكي له دوت سايز قوسين. فهذا الاشي ما كنت يعني ما كان منطقي جوا الاري، لانه انا عارف السايز تبعها، انا معرف السايز تبعها ان، بس جوا الفيكتور انا ممكن اكون بتعامل مع عدد ما بعرفه من الفاليوز. فلما اجي بدي امشي عليهم من صفر للسايز تبع الفيكتور، كيف بدي اعرف السايز تبعها؟ بس ادعي فيكتور دوت سايز. تمام، وعشان ادخل على الفاليوز اللي جوا الفيكتور نفس الاري ما اختلف شيء، عادي ببلش من صفر. ففيكتور الصفر ايش حتكون عندي هون؟ 5 اللي هو اول فاليو. فيكتور الواحد 10، فيكتور الثلاث برضه حيعطي رن تايم اكسبشن لانه ما في ثلاث اكبر من السايز. فهو زي الاري طبيعي، بس فكرته مبدئيا انه انا بقدر ما بحدد السايز تبعه، بقدر اضيف عليه. واكشلي بالفيكتور بقدر احدد السايز حتى، يعني بقدر احكي له شيء زي هيك فيكتور ال مثلا 5. تمام، فانا هيك حكيت له هذا الفيكتور مبدئيا فيه 5 فاليوز، بس ستيل لو وصلت عند، يعني لو وصلت عند الفاليو الخامسه بعدين حكيت له بوش باك ضيف لي السادسه، عادي بيرجع بصير السايز تبعه 6. فهو ممكن انا احدد السايز تبعه، بس هذا لا يعني انه حيثبت السايز هذا، عادي لسه بقدر اضيف عليه. تمام، فلو نرجع للسؤال اللي عندنا اياه، هو راح يدخل لي اول رقم بالسلسله، بنلاحظ انه اول رقم هو شمله، وهو بده اطبع الارقام. هسه انا بقدر كل مره بحسب رقم جديد اطبعه وما احفظهم بفيكتور، بس احنا حكينا عشان نفهم الفيكتور اكثر بدنا نستخدمه بهذا السؤال. فهو حيعطيني اول رقم انتجر ان، وحيدخل هذا الرقم. هسه هون انا بدي اعرف الفيكتور تاعي. تمام، بعديها مبدئيا بدي اضيف ان على هذا الفيكتور، لانه لو بنلاحظ هو بلش بالثلاث فحطها اول شيء، مش انه مباشره طبق المعادله. فهسه بدي احكي له ايش؟ انا بدي اضل امشي لحد ما ان يصير واحد. فلو بدي استخدم ايش بدي استخدم؟
وايل لوب، ايش بدي احكي له جوا الوايل لوب؟ ايش الشرط؟ طالما ان لا تساوي واحد، تمام. طيب هسه هون حكينا انا اذا ان زوجي، بتعرف كيف بدي اشيك على اذا انه زوجي ولا لا؟ اوكي يس 100%. فاذا مد الاثنين صفر معناها بدي احكي له ان هي ان على اثنين، قسمها على اثنين، وين بدي اضيف الفاليو؟ على الفيكتور. فبدي احكي له فيكتور دوت بوش باك القيمة الجديدة الآن، تمام. إذا إنه مش زوجي معناها هو فردي، أنا بحكي له إن هي إن ضرب 3 زائد 1، وبدي أعمل بوش باك للقيمة الجديدة الآن، تمام. طيب فا أوكي، عشان بس نكمل السؤال، هو إيش آخر إشي بده؟ بده أطبع له قيم اللي راح يمشي فيها. فهسا أنا بدي أمشي على الفيكتور. فا اوكي، في طريقتين امشي على الفيكتور. في طريقه انه انا بقدر احكي له شيء زي هيك، انتجر مثلا نمبر، شو حطيت اقوى شو اسمه نقطتين راسيتين واسم الفيكتور، ما هاي مش الفور الطبيعيه، هاي اسمها فور ايتش. يعني شو معنى فور ايتش؟ ببساطة هو خلص بيهندلها انه بيمسك كل element بالفيكتور من اولها لاخرها. فنم اول مرة ايش حتكون الفاليو تاعيته؟ اول رقم انا دخلته ان مثلا، يعني لو كان عندي الارقام مثلا، لو كان عندي جوا الفيكتور 3 16 8، فاول اول قيمة لنم حتكون 3، بعديها 16، بعديها 8. اوكي، فانا ممكن استخدم هذا الاشي، وممكن ايش لا اعمل طبيعي زي ما احنا متعودين من اندكس صفر للسايز تبع الفيكتور. حكينا كيف بدي اعرف السايز تبع الفيكتور، بنادي فيكتور دوت سايز وبضيف، تمام. فهون عشان اطبع الرقم ايش بدي احكي له؟ بدي احكي له سي اوت فيكتور الاي، لانه انا هون ببلش من اندكس صفر للسايز تبع الفيكتور، فلازم ايش احكي له بدي اللي بالاندكس هذا، بالاندكس رقم اي. اوكي، بس فوق انا لاني بعمل فور ايتش، هذا مش اندكس، هاي الفاليو اصلا، هو اعطاني الفاليو جاهز، فهون لا بحكي له مثلا سي اوت الفاليو مباشره، تمام. بس خلي هاي يعني مبدئيا ممكن ما نستخدمها، نستخدم الاشي متعودين عليه. فهيك هو راح يطبع لي الفاليوز اللي راح يمشي فيهم. اوكي، فحكينا اول اشي مفيد بالفيكتور انه انا مو شرط اكون بعرف ايش السايز تبع ايش السايز تبعه، انا ممكن قاعد بحسب بقيم ومش متاكد كم قيمه راح يطلع. فا اوكي دقيقه، يس. فضرب اول اشي 3 فردي، 3 ضرب 3 9 زائد 1 10، 10 زوجي على 2 5، 5 زي ما حكينا قبل شوي بصير 16، 8 4 2 1. اوكي، ف خلينا نجرب نطبع السؤال. مش طلع، اوكي فمبدئيا اوكي، هون اعطاني ران تايم ايرور. مين بيقدر يحذر ليش ران تايم ايرور؟ تفضل. الاري كثير كبير، يا ممكن يس، هذا برضه سبب ثاني. اذا السببين صح، ممكن السببين ممكن يعني ممكن يصيروا. اول سبب زي ما حكى الشاب، ممكن انا بحفظ كثير قيم جوا الفيكتور بطل يستحمل، بس عشان هذا يصير هذا الاشي بالغالب حيعطي برضه تايم ليميت بالغالب. السبب الثاني انه وصلت الفاليو تاعتنا كثير، احنا بالكود
نحكي له ايش ان هي ان ضرب 3 زائد 1. فاذا القيمه هذه طلعت عن 10 قوه 9 فراح تبطل توسع ايش جوا انتجر. فهون اول اشي بدي اخلي ان هي لونج لونج تمام. وايش كمان الفيكتور، معنا بخزن قيم ان جوا الفيكتور، فبرضه الفيكتور ايش بدي اخليه لونج لونج. هسا لو نجرب نبعته، اذا جاب كمان مره اشي رن تايم او هيك بيكون زي ما حكى الشاب انه القيم اللي انا بخزنها كثير عددها كبير تمام. فاحنا حكينا انه احنا مو شرط اصلا نخزن قيم، لكن عشان نشرح نوعا ما فكره الفيكتور، اكثر شيء مهم بالفيكتور انه انا ما بقدر يعني مش شرط احدد السايز تمام. فا اوكي ستيل جاب ران تايم. يا بالغالب انه مو لازم نخزنهم بفيكتور. طيب هسه اوكي لو بدنا نحل السؤال على السريع، لو ما بدي اخزنهم بفيكتور ايش بدي اعمل؟ محل كل بوش باك بدي اعمل سي اوت. اذا هون عندي سي اوت وهون عندي سي اوت اوكي، وهاي مبدئيا تمام. ف بعيدا عن هذا السؤال حكينا فكرة الفيكتور انه ايش انا مش شرط احدد السايز تبعه، فهي مثلا جاب اكسبتد. اذا طلع في مشكلتين عندي، المشكلة الاولى انه ان ممكن تطلع اكثر من حجم الانتجر، والمشكلة الثانية انه بدي انتبه اوكي الفيكتور مالوش سايز بس بالنهاية في عدد معين من الاليمنتس انا لازم احفظه جوا سواء فيكتور او اري تمام، لانه بياخذوا ميموري، فاذا صار عندي كثير ميموري بصير مشاكل اوكي. طيب حدا عنده سؤال على الفكره الاساسيه للفيكتور؟ تفضل. لانه بالنهايه بهذا السؤال طلع عندي الاعداد عدد يعني حجم الاعداد كثير كبير، صار عندي كثير ارقام انا بخزنها جوا الفيكتور، فصار الميموري كثير كبير. بطلت اخزنهم بمكان عشان ما يصير عندي ميموري تمام. بس لو كان بحجم الارقام اقل فانا لا بحتاج انه ايش، او يعني ممكن احتاج انه اخزن الارقام لبعدين تمام. فهي انا كان السؤال يعني نقيته بالعمدا عشان هو انت ما بتعرف حجم الارقام تمام، وبالاخر بيطلع انه اصلا حجم الارقام كثير اكبر فانت ما مستحيل تخزنهم تمام. حدا عنده اسئله؟ تفضل. هسه الاري ليست هي نفس الفيكتور، بس اري ليست بجافا، فيستخدم جافا ما في شيء اسمه فيكتور، في شيء اسمه اري ليست اوكي، اللي هي بسموها ريسايزنج اري. هي بالنهايه زي كأنه عندي اري بس انا بقدر اغير السايز تبعها، بزيد وبنقص، فهي نفس الاري ليست. مين كمان عنده اسئله؟ تفضل. السؤال نفسه مو محتاج فيكتور، بس الفكره بالسؤال انه يعني فكره انه انا قاعد بحسب فاليو كل مره بيطلع معي فاليو جديده وانا ما بعرف كم عدد الارقام، هاي الفكره بتحتاج فيكتور، ما بقدر اعملها باري لانه احنا ما كنا بنعرف كم ممكن يطلع حجم السيكونس. بالاخر طلع حجم السيكونس كثير كبير مثلا. بسؤال ثاني ممكن حجم السيكونس يطلع مثلا نوعا ما صغير، فاحتاج بعديها بعد ما اخزنهم بفيكتور اني اعمل شيء عليهم، مثلا اعملهم سورت. نفرض كان هذا السؤال بدل ان ل 10 قوه 6 كان مثلا ل 100، وبيحكي لي اطبع الارقام اللي حتطلع معك بس سورتد، فبقدرش اطبعهم مباشره، لازم اخزنهم بمكان واعمل له سورت تمام. ف اوكي مين كمان عنده سؤال؟ تفضل. ايش هو؟ يس هذا اللي هسه كنت بدي احكي عنه. اوكي لنفرض هاي هون الارقام عدد ان كان بس لحد 100، فما راح يصير المشكله اللي صارت معنا قبل شوي.
فكيف بدي اعمل سورت على قيم الفيكتور؟ طيب هسه مبدئيا احنا حكينا السورت بالاريه، كنا بنكتب اسم الاريه بعديها اسم الاريه زائد العدد عدد الاليمنتس اللي انا بدي اعملهم سورت. بالفيكتور غير، بالفيكتور انا بدي احكي له هيك النوتيشن تاعها دوت بيجن ودوت اند، يعني هاي معناها من البدايه للنهايه، تمام؟ فانا بحكي له لانه يعني بيتعامل معاه زي بياخده كبوينتر من مكان لمكان وبيعمل سورت على اساس هذا البوينتر. فانا بحكي له بدي تعمل لي سورت من فيكتور دوت بيجن، من دوت بيجن من اول الفيكتور ل فيكتور دوت اند. هسا بالاري احنا زي ما حكينا لو انا حطيت بدل a زائد n وحطيت a زائد 2 فحكينا بيعمل سورت لاول 2 فاليوز. بالفيكتور بقدر اعمل نفس الشيء، بس بدل ما احط فيكتور دوت اند ايش بحط؟ فيكتور دوت بيجن زائد 2 مثلا. فهيك هو بياخذ من يعني هو زي كأنه بحكي له من البدايه للبدايه زائد 2 يعني رقمين، تمام؟ بس عشان اعمل سورت لفيكتور للفيكتور كامل فبستخدم دوت بيجن ودوت ان. اوكي، فاكشلي السؤال اللي حليناه قبل شوي، هسه هون احنا حاطين انتجر، بس هون انا ممكن احط اي شيء، مثلا ممكن احط سترينج، وممكن زي السؤال اللي حليناه قبل شوي احط بير. طيب اوكي، هاي صارت عجقه شوي. احنا لما عرفنا الري بالبير من البيرز حكينا في عندي البير نفسه الري وبدي اعطيه سايز ان، صح؟ فهاي صارت زي كانها ايش؟ زي كانها الداتا تايب تاعي، زي كانها نوع الاشي اللي انا بخزنه، وانا كم اشي بخزن منه؟ بخزن ان 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 حبه يعني. فهاي هي فكره الري باختصار. هسا الفيكتور احنا حكينا بالفيكتور بعديها جوا هدول الاقواس او زي الاقواس علامه اصغر واكبر جواهم انا بحفظ شو التايب تبعه. فاذا انا القيم اللي كنت بخزنها اصلا بيرز فجواه بدي احط البير. طيب معناها البير بيحتاج انا احدد له ايش؟ شو القيم اللي بدي اخزنها جواته. فزي كاني انا بحكي هون لو هاي بدي اشيلها، يعني هون زي انا بدي احط هون بير، بس البير بشكل عام هيك شكله، صح؟ فانا عشان اعمل فيكتور من هذا الاشي بعملها زي هيك. فالسؤال اللي قبل الدراجونز اللي حليناه ممكن نرجع نحله باستخدام الفيكتور، نفس كل اشي نفس الاشي، بس انه بدل ما استخدم الاري بدي استخدم فيكتور. وحكينا هيك شكلها لانه جوا ايش؟ قيم بير بدل انتجر، تمام؟ اوكي، كمان شغلة عن الفيكتور. الفيكتور فيها خلينا مثلا فيكتور، اوكي خلينا هالمرة نحكي فيكتور اوف كاركتر عشان شوي نغير، تمام؟ هسا في فانكشن جوا الفيكتور اسمها ريسايز. ريسايز هاي بتغير السايز تبع الفيكتور. فمثلا لو حكيت هيك فيكتور دوت ريسايز 10 صار حجم الفيكتور تاعتي كم؟ 10 مبدئيا. اوكي، هسا بالريسايز بقدر انا احط بعد العشرة اشي زي هيك. هاي شو معناها؟ بحكي له انا خلي الفيكتور تبعتي السايز تبعها 10 والعشر قيم هدول ايش قيمتهم؟ صفر، تمام؟ فهون انا زي كاني عملت اري من 10 قيم ومشيت على هدول 10 قيم، حكيت كل قيمه منكم خليها صفر. بقدر اعملها بالفيكتور اني احكي له ريسايز حجم الاري الجديد، او عفوا حجم الفيكتور اللي انا بدي اخليه جديد، وايش ايش القيم اللي انا بدي اخزنها. هو احنا بنحكي انا عملت فيكتور جديد وعملت له ريسايز 10 والقيم صفر، فهيك حيصفر كل القيم، تمام؟ هسا اوكي، اذا كان في اوريدي قيم هسا بنيجي بنحكي عنها اللي هي الكلير، تمام؟ فلنفرض مثلا انا كان عندي فيكتور هاد، اوكي اصلا هون احنا خليناه كاركتر، فالاصل نحط كاركتر جوا.
بس نفرض انا هون حكيت للفيكتور مثلا بدي مثلا خزنت فيه قيم، تمام؟ بعديها خلص بطلت بدي هدول القيم، صرت بدي اخزن فيه اشي ثاني، بدي ارجع من الاول يعني خلص، ما كل القيم اللي جواته بطلت مهتم فيها. فعشان ارجع افضل فيكتور يرجع جديد استخدم فانكشن اسمها دوت كلير. فاذا بنلاحظ اغلب الفانكشنز بفيكتور دوت سايز دوت كلير يعني كله نفس المبدا بس الاسماء غير. هسه دوت كلير بعد ما استخدمها بيرجع السايز تبع الفيكتور صفر، كل القيم اللي فيه خلص بتروح، تمام؟ فبعديها لو عملت بعد دوت كلير يعني لو بدي اعمل له ريسايز بعمل له كلير اول شيء، تأكد انه فضلت القيم، بعدها بعمل له ريسايز، تمام؟ طيب اخر شيء بدي احكي عنه بخصوص الفيكتورز، انه احنا بالاريز كنا بنقدر نستخدم 2D اري، صح؟ اللي هو بحدد فيها روز وكولومز. فلنفرض كان عندي عدد روز معين وكولومز معين مثلا، وبدي اعمل هذا الشيء نفس الشيء بالفيكتور، اوكي؟ اوكي تمام. فمين بيقدر يحكي لي ايش ممكن احط جوا، ايش التايب حيكون؟ تفضل. جوا احط كمان مره فيكتور بالضبط. هي الفكره انه انا زي كاني بحكي له عندك فيكتور، هذا بيخزن، هذا يعني الفيكتور اللي برا راح يخزن لي الاسطر. فانا بحكي له بدي اخزن جواك اسطر، فكل سطر عباره عن ايش؟ عباره عن مجموعه ارقام اري او فيكتور. فانا بحكي له جوا الفيكتور هذا بدي كمان فيكتور اوف انتجر. هاي هيك صار عندي ايش؟ 2 دي، تمام؟ هسه هذا لو بدي اعمل له ريسايز، لو حكيت زي هيك مثلا اعمل له ريسايز 5 او اعمل له ريسايز رو، تمام؟ فهيك ايش انا حكيت له؟ حكيت له للي برا صار عندي كم رو او كم فيكتور فاضي؟ خمسة، تمام؟ بس انا لنفرض بدي اعمل، اوكي، لنفرض بدي اعمل 2 دي اري بعدد روز وكولومز يعني 5 ب 5 او 5 ب 6 خلينا نحكي، وعبيها اصفار. فهذا اخر شيء بدنا نشرحه. فانا بحكي له رو، حكينا عشان اعبي لما اعمل ريسايز عشان اعبي قيمه ايش بساوي؟ فاصله والقيمه اللي بدي اعبيها، صح؟ اوكي، فايش القيمه اللي بدي اعبيها هون؟ برضه فيكتور. فانا هون بحكي له بدي برضه فيكتور، وهذا الفيكتور شو السايز تبعه حيكون؟ الكولومز والقيمه صفر، تمام؟ فهذا الشكل اللي شوي غريب. لو نيجي نحلله، انا بحكي له بدي اعمل ريسايز اول شيء بعدد الروز هذول، يعني اول فيكتور اللي برا بدي خمس اماكن، خمسه روز. هسا كل رو منهم انا بدي احط القيمه تاعته، هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن فيكتور كم عدد الاليمنتس بكل رو اللي هو نفس عدد الكولومز. فبحكي له بدي كمان فيكتور في كولومز وقيمه صفر، تمام؟ اوكي طيب، خلينا نشوف السؤال هذا. طيب اوكي، مبدئيا حدا عنده سؤال؟ تفضل. بريك بدكم هسه؟ بريك اوكي تمام. تمام، خلينا نطلع بريك ربع ساعة، نرجع 10:30.